السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الابرار ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبي دي زيد اليوم الحصه تاعنا يعني بعد مشاهده المباراه مباراه مصر كوتيفوار غينيا الاستوائيه المالي على بالكم باش نقولكم حاجه برك يعني إحنا اللي خرجنا صفر مقابل صفر يعني كل المنتخبات الضعيفه أبانت على مستوى كبير كل المنتخبات الضعيفه المصنفه مكاش كاع راهي في الكارديو فينال أبانت على مستوى كبير كنا نضحكو على مصر ضحكنا على المغرب ضحكنا على تونس ضحكنا حتى على غينيا إستوائيه ضحكنا على الناس تاع الناس في الكارديو فينال بالك بلي المنتخب المصري اسقط القناع وكشف المستور وفضح جميع دعاة تاع الطقس والمناخ والاحوال الجويه والارضيه والسحر والشعوذه وايبوسي يعني كشف كلش المباراه والمباراه تاع غينيا استوائيه الناس اللي قالك مزيه ناس هما بفوز غينيا استوائيه، أيا الناس خرجت النظره وكاع على بالك قالونا يقولوا لنا؟ قالوا لنا بلي كنتو تقولوا غينيا استوائيه، مشي من كيفاش فازت على الجزائر، أنت يا عزري كنت مرشح روحك تروح كوب دي فينا لا، لا، تمرشح تجيب كوب دافري قضية تاع وقت، قضية تاع وقت. بونتيح قال رئيس الدولة قالوا نوصلوا كاردو نار الكوب دي بوند لا تا كيفاش تجي تقول لي بدي غينيا استوائية واه نقول غينيا استوائية ما كان والو واه واه استوائية إيكيبول هو غينيا استوائية مستوى تاعنا اللي كنا نهضرو به اليوم كيفاش تجي هذاك هذاك الصحافي أه بارشوكا فرحان كاتبها قال لهم الناس يردوا علينا لي لي غينيا استوائيه ضعيفه تما آه تما انت ما كان والو كي راك ترد في غينيا استوائيه تما خير منك وعلاش كنتوا تكذبوا علينا تقولوا لنا باللي نروحوا نجيبوا كوب دي ونجيبوا كوب دافريك علاش كنتو تقولوا لنا غينيا استوائيه غادي نربحوها قضيه آه كب عثرة جواد عثرة اه نحشمو الغاشية ودي لي والله العظيم الناس لهم يشوفو فينا وما نتوما ما تستاهلوش واحد يحشم منكم تستاهلو نتوما كيما كنت بكري انا نقول كي ندير نجبد لك اسمك ونطيح لك وروح اشكي لبيتك نجبد لك اسمك نطيح لك نورمال وروح دير شا بغيت دير كاع والله العظيم بنادم زيا كاين الناس اللي لنا ما كيما نقول كنقادروهم كاين عائلات يتفرجوا نقادروهم وما نتوما كاين شي ناس والله العظيم ما تستاهلوا باش نقول السلام تستاهلوا ديريكت نطيح حالكم هاكا طاف فلان داب 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 داب, داب, داب يا يروح تربح روح حان الوقت لجميع اللاعبين وخاصة الناخب الوطني النزول من من السحاب والرجوع إلى أرض الواقع. حتى أنا ما نشوف كمال مهوي يهدر. ولا نشوف مو من أيد قاسي يهدر يعطينا في التبريرات وبيحصلوا في في شرب الدين عمارة كأن شرب الدين عمارة لعب ناف لعب في بلاصة بونجاح شرب الدين عمارة هو المدرب اللي كان قاعد في في توش، هو اللي كان قاعد في توش هو اللي يدير الخطة شرب الدين عمارة شرب الدين عمارة يدير كلش ماشي جمال بالماضي جمال بالماضي غير اسمها كان محطوط تتهموش الناس حنا جم... على يعني بالك شكون مدرب شرف الدين عمارة مدرب وشرف الدين عمارة هو اللي القائمة شرف الدين عمارة هو اللي يدير الخطة شرف الدين عمارة هو اللي يقرا لادفيرسير شرف الدين عمارة هو اللي خلى الطيارة ثلاث أيام تقارع المحرز شرف الدين عمارة كلش شرف الدين عمارة هو كلش جمع بالماضي خاطئ أنا لا نعطيكم نقولكم شرف الدين عمار جمع بالماضي خاطئ شرف الدين عمار هو اللي يدير كلش هو اللي يدير الخطة هو اللي يدير القائمة هو اللي اختار التربص في قطر هو اللي دار القائمة هو اللي دار التشكيلة هو اللي يقرأ بالفيديو لادفيرسير هو اللي يدرب هو اللي يدير الخطه هو اللي يمنع اللعبة ما يمركوش هو اللي خلى المليوتيرة خاوي هو اللي راه هادر مع مع الفياريال في طوب في طوب ماندي ما يلعبش هو اللي كان من جهه من جهه عطال ميدراغا ويجي مهود يكذب عطال هو اللي كان يقول ال 70 يطلع وما توليش بالخب خلي بلاستيك خاويه دو بيت اللي دخلوا من جهه جي... طروا بيت اللي دخلوا من جهته هو هو لا والله لا انا نقول لكم شاب الدين عماره هذو الناس اللي راهم يسوقوا في كلام تعذر الذر هذو الناس يبغوا ذو الهضره كو يسيبوا يهدروا لكم ذر الهضره باللي شاب الدين عماره هو اللي تخلى لعب وما مركاش شاب الدين عماره هو اللي قال ميليوتيرا شاب الدين عماره هو اللي كان غارديا شار الدين عمارة هو ما هو شاب ماتريال هو كلش، حجة تاعكم مرفوضة والله العظيم، خاتش واش كنتوا تهضروا، هاد الوطنية لما ما كانتش عندكم دوميل سيز دوميل سيز دوميل ديسات دوميل، كانت عندكم, دمي سيز دمي سيز دمي سيز دمي عندكم الوطنية. 2010 2011 2012 2013 14 15 2016 الوطنيه راحت لكم وعاودت ولات الوطنيه 2019 2020 2021 2022 اكمباي تدرسونا الوطنيه انا نقول لك يجب على الوقت لجميع النزول من السحاب والرجوع إلى أرض الواقع والتكفل فقط بتحضير المنتخب الوطني والابتعاد من يجب إبعاده واستدعاء من يستهل استدعائه والابتعاد نهائيا عن صراعات مع المسؤولين والمسائل ليست من صلاحيتك هذه المدرب انت ما عندك حتى دخل بس تعادي رئيس اتحادية ما عندك حتى دخل بالماضي ما عندك حتى وانا من هذا المنبر نقول الكامل مهوي كي راك تقول باللي جا بالماضي باغي يهدر وبايقول وباي منا باي الى ربح غادي يهدر و ما ربحش ما يهدر والى هدر ويلا على ناس وخدا اخرين دير حسابك ناس وخدا اخرين غادي مين يردو خاطش ناس ناس ساكتين واللي يعرفوا الحقائق ويعرفوا ماذا يجري ما بين السطور السطور رقاق السطور رقاق كاين سطر اللي تكتب فيه ويجو سطورة رقاق ويجي سطر اللي تكتب فيه دير حسابك وهو على باله والناس لم يقارعوا له باش يهدر سابق غادي من يهدروا اقسم لك بالله العلي العظيم الى هدروا غادي يولي يولوا هذو الناس اللي زعماك اللي انت راك تتهم فيهم وتقول لهم باللي كاينه عصابه وجما بالماضي ومن جما بالماضي راه عارف هو نهار اللي هدر قال لهم باللي الحاج محمد راه عيطلي عيط لي في 2010 باش لعبكم كوب دي مون تاع ما نتوما دروك راكم تحوسوا تلعبوا لعبه واخده اخرى كيما تاع كون يروح زاتشي يروح بالماضي كون يروح زاتشي الفيفا تعاقبنا كون يروح زاتشي يروح بالماضي بالماضي راه مهدد باش يسق... استقاله دروك جبتوا لنا تاع بالماضي عصابه يتخدم بيطرده كنتوا تقولوا لنا كون يروح زاتشي يروح بالماضي دروك راكم تقولوا لنا عصابه بيطرده اصاهم روحكم ودير حسابك الى هضروا الناس اللي يعرفوا اش كاين غادي يولوا يبانوا للشعب الجزائري يولوا الناس هذو هذو الناس اللي راكم تقدسوا فيهم يولوا يبانوا للشعب الجزائري كآهيرات تاع كباريات يولوا يبانوا كآهيرات تاع والحديث قياس وانت صورتو كما ماوي تعرف اش كاين انت تعرفش تا كاين راك قلت كلمه بلا ما تحس قلت كلمه بلا ما تحس تاع السماسيره قلت كلمه وهذيك تاع شي سمصار راك هدرتها حرز روحك راك عارف شتا كاين شو راك عارف شتا انت ديجا الناس هي عليك على تاع كاين فيديو راه في الاتحاديه في العهد زاتشي مي قلت لهم كاين لاعبين عشرة تاع اللاعبين يتعاطون في الكوكايين انت راك هذي. هذه ناس يسكت عليك اسكت ام ناسينك اسكت خجيتو هدرة غير واحدة كمال مهوي انا تبان لي هضره لي تهدرها والله لا هضره وحده برك هدرة نقولك تاع اللي كنت هضر ب 2017 عصابه بهم يخلطوا الزاتشي تاع راهم يخلطوا الزاتشي باش يقولوا زاتشي غي هي هدرة هذيك غي هي بصح راك قلعت بزاف راك جاي جامه بالماضي بلي عصابه ما يخلطوا الجامه بالماضي بيقلعوه كنتو تقولوا لنا عصابه اي تخلط الزتشي بيقلعوه ضروك انقلبت هذيك العصابه خليتوها بصح راكم دخلتو الجامه بالماضي قلعتو زتشي اه فهموا الوقت